السلام عليكم شباب. شباب، فيديو اليوم راح نشرح كيفية تحويل الجهد المتناوب من 12 فولت إلى 24 فولت، تمام، عن طريق 5 عناصر، 3 مكثفات وديودين. بنحوله من 12 متناوب إلى 25 فولت مستمر عن طريق 5 عناصر فقط. خليكن معنا وتابعوا الفيديو للأخير. هلا شباب، اليوم رح نشرح شو بدنا نحول جهد المحول هاد المتناوب اللي هو 12 فولت. شايفين هذا المحول 12 فولت، تمام، ضرب 2. يعني هلأ نحن هون عنا 12، وهون عنا 12، وهون عنا 24. هلأ أنا بالقسم الأول من الشرح راح أرفع ال 12 هاي ل 24 مستمر، القسم الثاني من الشرح راح ارفع هال 24 هاي ل 50 فولت او 55 فولت وشغل عليها اللمبة 100 واط. خليكن معنا تابعوا الشرح. هاي عنا مكثف 2200 على 50 عدد 3، وديودين توحيد. رح نوصل القطب السالب من هالمكثف مع القطب الموجب لهالمكثف. هلا الخطوة الثانية، راح نوصل الديود الاتجاه الامامي على القطب الموجب للمكثف. هلا الديود الثاني بدنا نوصله بشكل عكسي على سالب المكثف. تمام، هاي نوصلن مع بعض. هلأ هيك اكتملت عنا الدارة. هون كثف نوصله هيك، السالب مع السالب والموجب مع الموجب، يعني هيك. هلا نجي
خليني اول شغله افحص لكم. شوف هلا اول شغله رح نفحص خرج المحول اللي هو شايفين موجه متناوبه. شايفين شغله هلا هي موجه متناوبه. هلا راح نقوم هالموجه هي. هلا شوفوا هي الفولت عندي، عفوا هي متناوب، هاي الفولت عندي 11 فولت تقريبا. هلا 11 هو رح يرتفع لل 22 تقريبا او 25 فولت، تمام. اذا هاي متناوب. هاي بنحط على المستمر، ما رح يقرا عندي جهد. شوف الشباب هلا هاي النقطة هاي نوصل عليها هذا السلك. النقطة هاي هون رح نوصل هذا السلك، تمام. هلا حنجي للطريقة الحاسمة. هون عنا متناوب، تمام. نفحص عندي جهد متناوب 11 فولت. خليني نثبت. شايفين 11 فولت. نطلع على المستمر ونفحص هون ايش قد عطاني. عطاني 27 فولت، تمام. هلا راح تقولوا ما في امبير، نجرب الامبير. هاي شقفة قصدير، اكيد في امبير. طيب راح نعمل تجربة تانية. هلا راح نشغل عنا هون، انا طبعا تستر عامله عشان كرسي عجزي. شوفوا هلا هاي الليد 24، شايفين هاي اللمبة 24، هاي طبعا تماسة. راح جرب شغل اللمبة وشوف تشتغل ولا لا. اشتغلت اللمبة. طيب تمام، حصلنا يا ابو وسن الجهد هبط ولا لا، ولا نزل لل 12؟ شد الجهد صار 22 فولت. وهون شد الجهد متناوب 10 فولت، تمام، او 11. هلا عندي انا هون الكهرباء هي مزبوطة، عندي هون جهد 22 فولت مستمر. شلنا الحمل، طبعا هاي اللمبة تجي 5 واط،
شايفين؟ هاي 5 واط، 24 فولت، أو كاتبين هني 21 واط، أنا 5، ما فهمت أنا كم واط. المهم هلأ بدنا نفحص إنه الخرج مستمر، نرسم على الرسم الإشارة نشوف الخرج مستمر عندي ولا لا. طيب هيك، هاي نفحص أول شغلة، نفحص أول شغلة، هاي جهد الخرج. طيب تمام، هاي سالب، وهاي شايفين أعطاني، شايفين شلون أعطاني موجة مستمرة. إذن عم يعطيني موجة مستمرة وعم يعطيني جهد 22 فولت. هلأ راح ايش بدي اعمل هون؟ يعني انه هون عنا 12، راح افصل هذا الخط وراح اوصل هذا الخط. تمام، هلا احاول شغل هي اللمبة. تمام هيك راح تشتغل نايس. هلا هيك نفحص الفولت هون متناوب، هيك اعطاني 22 فولت متناوب. نفحص المستمر، 56. يا ترى يشغل اللمبة 100 واط ولا ما بيشغله؟ نجرب. هاي لمبة 100 واط، شايفين شغل؟ شغلة. خليني افحص قديش الفولت. هاي هون طلي لمبة 100 واط، هاي عطاني 56، هاي شايفين شباب نزل ل45 على حمل 100 واط مستمر. هلأ هاي الطريقة أكيد جديدة عليكم، تمام، لرفع الجهد. نقدر هون لنرفع الأمبير نضيف أكثر من مكثف على التفرع. تمام، هلا انا ما راح اقول كيف ارتفع الجهد، اكيد الكل عرف كيف ارتفع الجهد، واللي ما عرف يقدر يسالني على التعليقات عشان نجاوبه انه شلون ارتفع الجهد من 12 متناوب الى 22 مستمر بخمس عناصر فقط. طبعا انت بدك تراعي كمان شحنة المكثف هون. هلا انا حطيته 50، ليش؟ لانه كنت بدي اجرب ارفع لفوق 50. تمام، فانا ممكن حطه 100 او ممكن حطه 35 عادي، ولكن اقل من هالقيمة هي. يعني مثلا انا رفعت لل 50 ما بصير حط انا هون 35، لازم حط 50 وما فوق. هذا اليوم كان هو درسنا، فإذا استفدتوا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. أخوكم أبو وسام.